هل حظي سلوان المسلط بجزء من هاي المبالغ او الاموال؟ نهائيا. وبعدين سلوان هسه موجود، كيف تبرئ نفسك؟ ابرئ نفسي اقول لاي شخص يقدر يجي يسال المنطقه الان قاعد بيها صار 8 سنوات وبسوريا عشت وبالعراق، يعني مو عاجز بانه استاذ جلال يجي لتركيا يقول سلوان 8 سنوات انا ولدي يشتغلون عمال معامل وموجوده فيديوهات عندي عليهم وما املك غير شقه واحده وهي قرضه متقرضها من شخص من بغداد تاجر معروف واسكنها، ما عندي يعني شيء مخفي. يعني اذا اي شخص يريد يسوي مثلا تقرير على سلوان او حتى على قيس النامق وهله اللي يدعون بانه خان الرئيس واخذ فلوس، قيس النامق بس اليمانيه قاعد ببيت حتى جدرانه واقعه حتى لبخ ما ملبوخ، ليش من واحد يتهم شخص ما يروح يشوف هذا الشخص شلون عايش ايش يشتغل؟ زين سلوان موجود صار 8 سنوات، معقوله عنده $1,000,000 او 2,000,000 سلوان وولده عمال يشتغلون عمال في معامل تركيه؟ واذا سلوان اذا يريد يشغل ولده اليوم يجيبك يقول لك شوفهم، تقدر تساله ابو المعمل تقول له صار كم سنه يشتغلون عندك هذول الولد؟ راح يقول لك 8 سنوات. والتحق باولادي، التحق باولادي الاربعه اللي يشتغلون عمال، ولد عندي اسمه مصطفى عمره 15 سنه التحق بهم بال10 ايام هاي كعامل بنعطله من المدرسه التحق بهم وموجود. اي شخص يريد يجي ويسال اهل المعامل. اجابه وافيه.